بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. هنبتدي دلوقتي نشوف اسئله التي بي ال الخاصه بالبون فراكتشر. اي كيس هتجيلكم لازم هتطلعوا الكي ووردز اللي فيها. الكيس دي في بيشنت في ميل عندها 35 سنه، جايب شولدر بين، في مشكله في الموبيلايزيشن، عرفنا ان هي اتعرضت لتروما، وكمان البيشنت دي عامله اوفركتومي، ومعايا هنا الراديولوجي بتاعها. اما اجي ابص على الداتا دي كلها، الاوفريك على هي 35 سنه، فاقول لا هي مش لايبل قوي للاوستيوبروزس، مش مجرد ان هي تبقى سلبد في البيت بتاعها يبقى ممكن يحصل فراكشر، بس في معلومه تانية، البيشن دي عامله اوفريكتومي، وبالتالي لا ده هي كده سسبتبل للاوستيوبروزس عشان الهرمونال تشينجز اللي حصلت. الاكس راي عندي هنا فراكتشر، الفراكتشر ده موجود فين؟ دي كده زي ما احنا شايفين دي الهيومرس، ده موجود هنا في السيرجيكال نيك اوف ذا هيومرس. نشوف الاسئله. This patient developed sensory and motor affection. What is the most likely injured nerve in this case? يبقى من النيرفز دي انا عايزه نيرف related to the surgical neck of the humerus، عشان اما حصل fracture في السيرجيكال نيك حصل affection للنيرف ده. واخد بالي ان النيرف ده له sensory and motor distribution، طبعا النيرف هيبقى الاكزيلاري نيرف، وهنا الاكزيلاري نيرف هو هنا related to the surgical neck of the humerus. Which of the following is the origin of the affected nerve؟ الاكزيلاري نيرف ده كان جاي منين؟ ده كان جاي من البوستيريور كورد. عارفين ان البوستيريور كورد اداني branches كتير، منها radial axillary upper and lower subscapular ونيرف تولاتيسماس دورزوري. ده البوستيريور كورد اللي هيبتدي يديني برانشز منها الاكزيلاري نيرف. Which of the following is the root value of the affected nerve؟ الاكزيلاري نيرف ايه الفايبرز اللي ماشيه فيه؟ C5 و6. C5 و6 كانت بتمشي في نيرفز كتير، منها الاكزيلاري، منها السبسكابيولر upper and lower subscapular. لو فكرنا في بقية الاختيارات C5 و6 و7 ده كان الروت فاليو بتاع الماسكولوكيتينيوس نيرف وبتاع اللاترال، طبعا بيكتورال اللاترال البرانشز يعني اوف ذا لاترال كورد باختصار. C6 و7 و8 كان الروت فاليو بتاع النيرف تو لاتيسماس دورزاي. C8 و T1 كان الروت فاليو بتاع النيرفز اللي جايه من الميديال كورد. C5 و6 و7 و8 و T1 كان الروت فاليو بتاع النيرفز زي الريديال والميديان، وبالتالي الإجابة هنا هتبقى C5 و6. Affection of which of the following muscles resulted in weak of flexion, extension and rotatory movements of the shoulder joint in addition to affection of the arm abduction in this case؟ هي الكيس دي ايه؟ الكيس دي فراكشر في السيرجيكال نيك، ايه نيرف اللي حصل له افكشن نتج عن الفراكشر ده؟ اكزيلاري نيرف افكشن. فهبتدي افكر الاول، هو الاكزيلاري نيرف كان بيديني ايه؟ برانشز لايه ماسكولار؟ كان بيديني برانشز للدلتويد والتيرز ماينر. طيب اي مصل من دول هتشارك في الفليكشن والاكستنشن والابدكشن والروتاتوري موفمنت سواء ميديال او لاترال روتيشن؟ هي طبعا الدلتويد. Which of the following muscles is inserted in the greater tuberosity and affected in this case؟ اما حصل nerve injury، اما حصل axillary nerve injury، two muscles حصل لهم affection، الدلتويد والتيرز ماينر. فالدلتويد ولا التيرز ماينر هي اللي عامله insertion في greater tuberosity؟ طبعا التيرز ماينر. الدلتويد الانسيرشن بتاعها كان في الدلتويد tuberosity of the humerus. دي هنا الدلتويد ودي التيرز ماينر.